أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستطيع العلم الحديث معرفة الجنين في بطن أمه في الأطوار الثلاثة الأولى، النطفة والعلقة، في النطفة والعلقة والمضغة، مع أنهم يقولون عن ولد الأنابيب أنك تحدد ماذا تريد، ولدا أم بنت؟ أنك تحدد ماذا تريد هذا لا يكون أبدا، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أو أنت اللي تحدد ذكر ولا تحدد أنثى. وأما أن الأشعة تبين ما في الأرحام من الأجنة من نشأتها وتطورها، وهل هي سليمة أو غير سليمة، نعم هذا موجود، هذا موجود، الأشعة تظهر هذه الأشياء. نعم.